طيب، مرة أخرى الرئيس السوداني عمر البشير يقول وفي خطاب ألقاه أمس إن الأرض المتنازع عليها مع مصر سودانية، وإن حكومته لن تتنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية. شدد البشير على العلاقات السودانية القوية مع الأشقاء المصريين، لكنه قال إن الوثائق والتاريخ يثبتان أن مثلث حلايب الذي تديره مصر منذ تسعينات القرن الماضي سوداني. طيب، معانا على تليفون دكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات الدراسات السودانية بمركز الأهرام. أهلا بحضرتك معانا، وبداية ماذا يريد البشير؟ في الحقيقة يعني تكرار إثارة موضوع حلايب هو للتوظيف السياسي، يعني مسألة منذ بداية وصول نظام الإنقاذ الحالي للسلطة، وهو يعني حول هذه القضية إلى قضية مفارقة وخصومة مع مصر، في حين أن هذه القضية كانت سابقا موجودة منذ عام 58 وكانت مجمدة بين الطرفين، وكانت العلاقات في مراحل مختلفة على أفضل ما يكون. ولكن الآن هذه القضية تستخدم للتعبئة الداخلية خلف النظام ولتصوير مصر باعتبارها خصم يحتل أراضي سودانية، رغم أنه يعني ما يقال في السودان عن أنه هناك أسانيد وأدلة غير صحيح، وهناك شخصيات سودانية وقادة سياسيين كبار مرموقين سبق لهم أن ذكروا كتابة أن حلايب مصرية، ومن هؤلاء ومن أبرزهم محمد إبراهيم نقد الذي كان سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي السوداني، وهو شخصية عامة ومفكر وسياسي معروف ويحظى بتوافق عام على مصداقيته داخل السودان، وهناك حالات كثيرة من هذا النوع. فتكرار الإثارة هو للتعبئة طيب. أستاذ هاني، هل تعتقد أنه هناك قد يكون هناك أطراف خارجية تسعى لشق وحدة الصف المصري السوداني؟ عفوا، لم أسمع السؤال غير. أعيد عليك سؤالي مرة أخرى، يعني أتساءل هل ربما يكون هناك بعض الأطراف التي لها مصلحة أو التي تريد أن تقوم بعملية شق للصف المصري السوداني، هل في أطراف خارجية عندها مصلحة في كده؟ لا، هو طبعا العلاقات المصرية السودانية أساسا ليست يعني منسجمة بالشكل الكافي، ودي مسألة مش جديدة، دي مسألة لها أبعاد في التاريخ، وكانت دائما بتتعرض لدورات متعاقبة من التحسن ثم الفتور وهكذا دواليك. لكن هذا أيضا لا ينفي أنه ما يحدث الآن في الإقليم من تحركات وفوضى وأطراف طامحة لأدوار كثيرة، يعني لا ينفي أن يكون هناك تأثير ما من أطراف إقليمية أخرى في هذا السياق. طيب، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هاني رسلان، رئيس وحدة الدراسات السودانية بمركز الأهرام.